السلام عليكم شباب، شلونكم؟ اليوم رجعنا لكم بعرض جديد، واليوم عندنا جهاز من شركة شاومي اللي هو بوكو اكس 3 برو. نتعرف على مواصفات هذا الجهاز ونبدأ بشاشة الجهاز. تكون من نوع IPS LCD، وتأتي الشاشة بحجم 6.67 بوصة. أيضا عدد دقة الشاشة تصل إلى 1080x2400 بكسل. نظام التشغيل يكون أندرويد 11، وأيضا عندنا المعالج يكون من شركة كوالكوم سناب دراجون 860، دقة التصنيع 7 نانومتر، وعندنا أيضا سرعة المعالج 8 نواة تصل إلى 1x2.96 جيجا هرتز، وأيضا معالج رسوميات ادرينو 640. ذاكرة التخزين تكون كبيرة تصل إلى 256 جيجا بايت، وأيضا عندنا الرام يكون 8 جيجا بايت. عندنا كاميرات الجهاز، الكاميرا الخلفية تكون رباعية، الكاميرا الأولى تصل إلى 48 ميجا بكسل عريضة بفتحة عدسة 1.8، الكاميرا الثانية تكون 8 ميجا بكسل عريضة جدا بفتحة عدسة 2.2، والكاميرا الثالثة تكون 2 ميجا بكسل ميكرو بفتحة عدسة 2.4، والكاميرا الرابعة تكون 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.4. الكاميرا الأمامية تكون 20 ميجا بكسل عريضة بفتحة عدسة 2.2. عندنا ميزات الكاميرا فلاش ليد مزدوج HDR بانوراما، وأيضا عدة تسجيل الفيديو يكون 4K بمعدل 30 إطار، ودقة الفيديو تصل إلى 180 بكسل. بطارية الجهاز تكون 5160 ملي أمبير ليثيوم. أدنى الشحن السريع يكون بقدرة 33 واط.